بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ترند يلا كورة. طبعا بعتذر عن الغياب خلال الفترة الماضية طبعا بسبب الإصابة اللي أنا تعرضت لها واضطريت أعمل عملية. الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، بس يعني الحمد لله إن إحنا قدرت إن أنا أرجع تاني ونقدر نكمل حلقات ترند يلا كورة وتحليل مباريات الدوري. والنهاردة كنت مع حاجة جديدة، فايلر النهاردة في مباراة النادي الأهلي وضمن المقصة، فجئنا بتشكيل جديد وتوظيف جديد للعيبة النادي الأهلي. فايلر بصراحة مدير فني متمرس جدا، عنده حلول كتيرة، بيقدر ان هو يتحرك ويقنع اللعيبة ان انت لعيب كورة، لعيب الكورة ممكن تتوظف في اي مكان. النهاردة المرة الاولى بنلاقي فتحي بيلعب باك شمال بالقصد مش بالاضطرار، يعني هو كانش مضطر ان هو يلعب بيه باك شمال النهارده، لكن النهارده شفنا ريني فايلر بيستخدم احمد فتحي في الباك الشمال عشان يحرر علي معلول في مركز الجناح الهجومي. برضو ممكن اللي شاف علي معلول في بدايته مع النادي الاهلي كان لعبها في ماتش او ماتشين، بعد كده طبعا رجع لمركز الباك، لكن برضو من فتره طويله ما شفناش علي معلول بيلعب جناح هجومي صريح بالشكل اللي شفناه النهاردة، خصوصا طبعا قبل طبعا التغييرين اللي عملهم فايلر في الشوط الثاني بنزول وليد سليمان وجيرالدو، وبعد كده رجع الدنيا زي ما كانت. لكن حابب اتكلم معاكم على الفكرة اللي عملها رينيه فايلر عشان يحرر علي معلول في الناحية الهجومية. ببساطة طبعا احنا قبل الماتش طبعا كلنا اعتقد معظمنا افتكر ان رينيه فايلر ربما يلجأ للعب بتلاتة، هو ما حصل في بعض من لحظات المباراة. ده حصل ازاي؟ تعالى اشرح لكم. على بورد ببساطة النادي الاهلي بدأ مباراته مع نادي المقصة، محمد هاني هو الباك اليمين ومحمود متولي ورامي ربيعة الاثنين مساكين واحمد فتحي باك الشمال، الاثنين في خط الوسط مفيش خلاف عليهم، اليو ديانج وعمر السولية ومجدي أفشة متوالي مركز البلاي ميكر، أحمد الشيخ واخد الوينج اليمين ومرام محسن واخد مركز المهاجم الصريح وعلي معلول واخد الباك الشمال. طيب فكرة ريني فايلر تلخصت في ايه؟ تلخصت نهائية النادي الأهلي شكلين. ايه هما؟ في البداية أحمد فتحي طول ما هو باك شمال في الشوط الأول وأنا لسه ببدأ المباراة كان ستاند ستيل، يعني ايه؟ ما بيتقدمش، كان واقف على طول دايما ثابت في الخلف عشان يسيب المساحة لمحمد هاني هو اللي يطير. لما كان محمد هاني بيطير ويوصل لغاية نص ملعب نادي المقصة، واكيد طبعا احمد الشيخ بيقدم قدامه، مروان محسن بيطلع لمركز المهاجم والبلاي ميكر، واليو ديانج وعمرو السولية بيتقدموا طبعا، والسولية هو اللي بياخد لحد ما بوزيشن بتاع مركز 8. كان على طول دفاع النادي الاهلي بيفتح لما يشبه التلاتة اللي بيلعب ورا، وتتحول الطريقة لما يشبه 3-4-3. دي كانت بتدي مرونة للنادي الاهلي، مرونة هجومية، وكانت بتخلي الفريق يهاجم مش بأقل تقدير بنتكلم فيه 1-2-3-4-5-6 لعيبة موجودين في نص ملعب نادي المقصة، وراهم اليو ديانج، والتلاتة اللي ما يشبه المساكين واقفين ورا ثابتين بحيث ان هم يأمنوا النادي الاهلي في الهجمات المرتدة اللي كان اعتقد ريني فايلر كان متوقع ان ميدو هيلعب عليها، خصوصا هو كان طبعا بيمتلك سرعات وبدايته كمان عمرو مرعي وميدو جابر، اكيد اللعيبة عندها سرعات وممكن كانت تسبب قلق للنادي الاهلي شوط اول. فكانت دي كانت فكرة فايلر حاول يطبقها في الشوط الاول، وان هو يدي الحرية لعلي معلول يبقى جناح في الجبهة اليسرى. واكيد طبعا احنا عارفين ان علي معلول الميزة كمان لما اذا الكرة اتخطفت في نص ملعب المقصة وارتدت على النادي الاهلي، علي معلول عنده قدرة كويسة جدا جدا وسريع ان هو يقدر يرجع ويقفل الجبهة دي مع احمد فتحي، وبالتالي كان صعب جدا على نادي مصر المقصة ان هو يخترق الجبهة دي. فكانت دي فكرة من الافكار اللي فكر فيها رينيه فايلر عشان يطبق فيها فكرة ان احمد فتحي يبقى الباك الشمال. طيب اذا كنت النهاردة اتزنقت في النتيجة، وهنتكلم ليه النهاردة للاهلي، المباراة النهاردة كان فيها نقطة سلبية، اعتقد اكتر نقطة سلبية شفتها الفايلر مع النادي الاهلي السنة دي، وهي عدم وجود فرص كتيرة في المباراة خلال الشوط الاول او حتى الشوط التاني قبل طبعا ما الدنيا تفك شوية بعد ركلة الجزاء. ايه هي؟ ان احمد فتحي حتى لو اتقدم كان النهاردة بيبقى بهاجم بيه 8 لعيبة، وكان علي معلول بيخش يضم شوية لجوه عشان يسيب لاحمد فتحي هو اللي واخد الجناح، فهي طريقة كانت ليها
فيها مرونة ان انت تطبق منها حاجات كتيرة جدا، وبيساعدك في كده طبعا وجود لاعب زي احمد فتحي، لاعب محوري، لاعب مرن، بيقدر يتحرك وبيقدر يعمل اي متطلبات او اي واجبات بتطلب منه. طيب النقطة السلبية اللي اقول لكم عليها النهاردة انا وجدتها ايه هي في النادي الاهلي، هي ان دي واحدة من اقل المباريات اللي لقيت فيها هجمات للنادي الاهلي على مرمى المنافس، خصوصا في الشوط الاول اللي ربما كان فيه هجمتين بس، والشوط الثاني حتى قبل ركله الجزاء ما شفتش فرص خطره على مرمى المقصه سوى من كره راسيه لعمرو السوليه وتسديده ثانيه مكان يعني محمود حمد حارس المقصه ايه يتعامل معاها بشكل. طب وجهه نظري الشخصيه ايه السبب في ده؟ السبب هو الاعتماد على مروان محسن بس كمهاجم صريح. في وجهة نظري مروان لعيب مجتهد وكل شيء، ولعيب له اسم طبعا في الكرة المصرية من فترة طويلة من ايام حتى ما كان مع بتروجيت، ولكن في وجهة نظري الشخصية في الوقت الحالي مروان محسن لا يصلح للعب كرأس حربة صريح في طريقة بتعتمد على مهاجم واحد. ليه؟ هشرح ليه. عشان مروان محسن اهم حاجة بتميزه الطول. مروان محسن اهم حاجة عنده ان هو لعيب طويل يقدر ياخد الكرات العرضية فقط، دي ميزته الوحيدة. عشان كده لو وجوده كبديل وبينزل في نهاية المباريات ان هو يقدر ياخد نظر المدافعين او يزود عدد المهاجمين داخل منطقة الجزاء المنافس، ده امر مقبول. وافتكر اللي شاف ترند يلا كورة الماتش حرس الحدود انا شرحت الدور اللي عمله مروان محسن، رغم ان هو ما عملش خطورة على المرمى، لكن لما يلعب كمهاجم او راس حربة صريح تاني يبقى في هنا خطورة، لكن لوحده لا، هنا في ازمة كبيرة جدا. ايه هي؟ مروان محسن على بعيد عن موضوع الطول لعيب بطيء للغاية، تقيل في حركته، وبالتالي ما بيخليش النادي الاهلي يتحرك بسرعة في المنطقة دي، سرعته مستحيلة، حتى فكرة ان احنا نلعب 1-2 مستحيلة. وهدي مثل من الشوط التاني لما جيرالدو نزل، طبعا فكرة الفرق السرعة ما بين جيرالدو ومروان محسن شاسعة، جيرالدو لعيب سريع جدا، مروان محسن لعيب بطيء جدا. طيب جيرالدو لما نزل ويلعب هو على الليفت وينج ورجع علي معلول بقى هو الباك الشمال، جيرالدو عمل كرة حلوة ممتازة جدا مع مروان محسن في المنطقة دي. اللي شاف الشوط التاني مروان محسن نزل وقف هنا اهو عشان يدي الوان تو لجيرالدو، وجيرالدو قطع ما بين الاثنين مدافعين المقصة. ببساطة مروان محسن ما لحقش ذهنيا انه يلقط الوان تو مع جيرالدو، فعمل ايه؟ غصب عنه طبعا عشان يعمل الوان تو لازم يلف جزء بجسمه عشان يقدر يعمل التمريره كده. لكن مروان محسن بطبعه كلاعب محطه بيعمل ايه؟ بيستلم الكره بوشه، فهو استلم الكره كده، فغصب عنه طبعا عشان يعمل التو لازم يعملها بالذات، يعملها بالشمال، هو لعيب مش اشول هيعملها ازاي؟ صعب جدا يعملها. فراح موقف الكره وفضل يدور الكره لغايه لما شفنا الكره وصلت للمنطقه دي. تخيلوا الكره كانت هنا وفي امكانيه ان جيرالدو يروح منفرد بالمرمى هنا اهو، مفيش 3 ثواني الكرة رجعت دارت هنا اهو بسبب قرار واحد من مروان محسن ما قدرش يعمل الوان تو. تاني مروان محسن خطورته بانت امتى؟ لما الكرة الكروس جات له في الوقت الاضافي لما كان هنا اهو، هو ضيعها صحيح لكن عمل خطورة. الكرة الخطرة برضو اللي عملها مروان محسن لما دخل في لعبة واحد على واحد وقدر استغل طبعا حظه الجيد ان الكرة خبطت في صدره وراحت قدامه وانفرد، لكن هو استعجل ان هو شاطها من مسافة بعيدة. دي الخطورة الوحيدة لمروان محسن. لكن مروان محسن يلعب راس حربة صريح في طريقة بتعتمد على مهاجم واحد سواء كانت 4-2-3-1 او 4-3-3، ده بيقتل الجزء ده. ضيف على كده كمان ان قفشة نفسه لعيب مش سريع قوي، لعيب كبلاي ميكر ميزته الاساسيه الباسنج، ميزته في الفيجن بتاعته الرؤيه عنده عاليه قوي، لكن برضه لعيب بطيء. فلو انت النهارده بتعتمد على 2 البلاي ميكر يبقى عنده سن البطء وكمان المهاجم الصريح بطيء خالص، انت بتقتل الحته دي، بتسيب بقى المساحه للمدافعين للفريق المنافس ان هو يضغطك ويقدر يستخلص منك الكرة، لان هنا المهاجم الصريح مش مهاجم بيعمل مشاكل في منطقة الجزاء، لا هو مجرد بس محطة لاعب خارج منطقة الجزاء. ضيف على كده كمان وجود احمد الشيخ مع قفشة ومع مروان محسن زود برضو من مسألة البطء. كل الكلام ده اتحل امتى؟ لما اتنين نزلوا، لما وليد سليمان نزل على الرايت وينج وجيرالدو نزل على الليفت وينج، الاثنين دول ادوا سرعه خصوصا من جيرالدو، وادوا تحرك بدون كره
من وليد سليمان اللي كان بيتحرك ما بين الخطوط بشكل ممتاز جدا. احمد الشيخ قد يكون عنده ميزه ان فايل اعتقد بعد اصابه رمضان صبحي بيعتمد عليه عشان هو لعيب سكيلر، لعيب عنده مهاره بيقدر يتصرف في موقف واحد على واحد، لكن عنده مشكله احمد الشيخ بدون كرة لعيب كسول ما بيتحركش كتير، ما بينزلش يخترق ما بين، بيلعبش ما بين الخطوط كتير. وليد سليمان لا، وليد سليمان لما بينزل ما بتعرفش تمسكه، ما بتعرفش هيقف فين، فبالتالي خد المساحه دي كلها. ودي حتى بالذات شفناها في الثرو باس العالمي اللي عمله مجدي قفشه لوليد سليمان. وليد سليمان اصلا رايت وينج، لكن خد الثرو باس ده فين؟ خده هنا. ليه؟ لان هو ماشي بيتحرك ما حدش واخد باله منه. ومجدي قفشه زي ما قلت اهم ميزه عنده ان هو عنده رؤيه، عنده فيجن حلو قوي كصانع العاب، فلعب له الكوره من بين اقدام مدافع نادي مصر مقصه، ووليد سليمان قدر ان هو ينفرد بالمرمى وكان جابها جون، كان يبقى واحد من احلى اهداف النادي الاهلي السنه دي. طيب ريني فايلر ليه ما شاف ساب مروان محسن؟ نعتقد لما النادي الاهلي قدر ان هو يجيب الهدفين مبقاش عنده مشكله كتيره ان هو يغيره، هو فكر بس انا عايز ازود حسام عاشور في نص الملعب عشان اامن، وفي نفس الوقت برضو اكيد نتائج النادي الاهلي بنتكلم 9 انتصارات بسم الله ما شاء الله متتاليه، فبنتكلم ان الراجل عنده اريحيه وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يدي فرص. بس في وجهه نظري طالما ان ريني فايلر في ماتشات مهمه بيختار انه يلعب بيه مهاجم صريح واحد بس، ما اعتقدش مروان محسن هيبقى الحل الامثل ليك، لانه هيهبط من اداء الفريق. انت محتاج ان انت تلعب ازارو، او حتى طبعا قد يكون طبعا الصفقه المنتظره للمهاجم الصريح اللي اكيد ربما تحسم بشكل كبير في شهر يناير هي الحل اللي عنده. وطبعا اكيد اكيد دخول كهربا لما توصل بطاقته الدوليه اكيد هيبقى برضه واحد من الحلول السريعه في مركز المهاجم الصريح. دي كانت تحليل سريع لمباراة النادي الأهلي ونادي مصر المقاصة. ألف مبروك للنادي الأهلي انتصاره 9 على التوالي، وسعيد جدا أن أنا رجعت لكم وحشتوني، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة أخرى من ترند يلا كورة. شكرا جزيلا كريم سعيد.